ضروري تركز إيدال يعني خاصة هلأ على مشاريع الشباب، على القطاعات السلعية والخدمية وعلى مشاريع الشباب يلي مصرف لبنان الداعم الأكبر لإلها هلأ، ومع هيئة الأسواق المالية خاصة هلأ رح نصير عنا إطلاق لبورصة للبورصة وخصخصة البورصة لتفعيلها وإطلاق المنصة التداول الإلكتروني يلي عم تتواكب مع اقتصاد المعرفي يلي عم يتقدم شوي شوي مع خريجينا. فمن هون نحن ضروري نبلش نروج كمان لمشاريع الإبداع والابتكار بالتكامل والتعاون مع القطاع المصرفي مع الجامعات، لأنه هودي الكوادر اللي هن حيروجونا للاستثمار، لأنه أي مستثمر بده يطلع على اليد العامل المتخصصة، بده يطلع يلي هي كلها بيئة حاضنة لإله على الأنظمة والقوانين، وكمان بده يطلع شو في عندي مواد أولية أنا لاستثماري بتخفف عني من كلفة الإنتاج. من هون ضروري إيدال تتوجه للإعلام الاقتصادي المتخصص، يعني ما تكتفي بس بأن تنزل خبر، يعني ضروري يكون في مناقشة لهذا الخبر مع إعلاميين متخصصين حتى توصل المسج للمستثمر وتشكل هالخبر الإعلامي، يشكل برومو جاذب للمستثمرين وحتى للمغتربين اللبنانيين.